ولا ليال طبعاً كم معلومات ولا أمانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أذو أمانة وحور النبي عليه الصلاة والسلام مجرته مال إلهي وكجعيل بدنيها عمل كصالحة معلومة وكجعيل بدنيها فيهن رواية أبو داود كي أما فيها رواية أبو خارج أيامته إن لو دح سمايو وكجعيل بدنيها مجرته معلومهان وأه عشر ذي الحج طبعا كمعلومات أصول الرئيسة بش عرف أصول الرئيس سوق عمل كصالحة هافرا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عديسي ما لنت إلهي وعمل صالحة مطلقا وحا سمايك ارتبا وعمل صالحة مش اللي يقول جعلي هاي سندكو وحالنا شندن يكو كوين علماته سدح بقول كنتني أفر مع الموضوع شندن شين نون دلوة سدح بقول كنتني أفر مع الموض سند كقمري شمس إيه قمري وموقت سندكو سند ميلاد هو سدح بقول اللحدة أو جناي فبراير وحياة شمس يلا أنا ضيحا في صنع سدح بقول كنتني أفر مع الموض أيام الصنع ما لنت اللي وجود جعيل بدنيا هاي ما لنت اللي وجود جعيل بدنيا هاي عمل صالحة أضلت ما دو ما لنت اللي وجود جعيل بدنيا طبعا كان مال مود مجرد الله اكتيس طبعا كان مال مود وحي آت سماي ساهي وحقالي ويان النبي قال له ويدي وحاليري ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله إلهي الرسول كيسيو حتى جهاد وإلهي درتس لو جهاد مال مهان طبعا كان حسنا الله تمت إيه جهاد مال ما كلا الله تمت جهاد كاس حتى مال ما ما كفي عن قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ها إلا قفن مويانه أو خاطر بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم عيري إلا نن عن نفع مال من الله صلى الله عليه وسلم كاسو شهيد واي مكت جهاد ماهنا ونافي نن المال يا ما نف يا مال مدن لصو نقن إلا نن لبحي نف يا مال مويانا أوه وحبا أن لصو الله أحبة الكرام مال مهان طبنك صونا لجدي طبنك مال مودنا ماها وحلا وذا سومي واسقال بريوا مال انت عرف هذا أصي درن أيضا قارا الله قال الله شمع هذا دم بهدي اللي راهذا مالك عرف هذا يوح وياي أنك شاكي سنينا دي الله يدمو والله نفل وقرسي هذا أنا جو أنا هين الشيخ يلا نجو عرف هذا مالنا تسأل قال ليه لكن إن الصون سمي ساهي طبعا كان مال سجال كان مال بو بيش كود هذا إلى سجال كذي مالنا طبعا دوا عيد عيد حرام الصون لما أقول قرآن كأغرسيت صدق هذا أبي حسيت قرابة هذا آخر رسيت وناجا من أو جهدي سر نوع ضنها نقضه مرض كأصاب وقتي اسم تعالى آتك تد دتك حنوسن صوفي رسيد أعماش وناكسن أب أبر بلارسه مالمان ما دام عملك وناكسن وسوق ليه تاسع صدر دار منا إن شاء الله هدي على إدمه هدي سورة قالكوا هاجرين إن القرآن كم مرة ما يسوع سدح جس مالنتي آخر سقال كام معلومات أما طبعا كام معلومات القرآن كقول ما مالك عرف هذا قارة وسيلية فضيلة هبينك عيد كل جد إلا نولا حديث يقارة إلا هذا ما لنت عيد أعمال قارة إسكال هذا وبل وذا خير مربا مركا مناسبة انتي لا يقان سود دينينا إن شاء الله هدي ألا إذن كيس يكون نغطه مركا حدا محايسو شاقني الأيام العشر إن للي ما هذا صن المسألة الربائنا برارجية مركا وكسو أختمه وأوقع بحيا ذاتك إن التعليم يا مهم هذا كهر أنا أجوا أيام التشريق أنا وحى الله كل مي قف دمرة أو عبادة بدن أن أخانا أنيقة كتبتنا وحكت خانا ومالن أنا ملاينا إن خميس هاد صوما تصالة هذا كسوقات سبت كسيديد أحد سجال سنين صونا ثلاثة أربعة خميس
سدح راس مال ود ايام تشريق على الله هذا خميس والبسومي جرتي مالنت خميستي ايام تشريق وكسو اده صوم حرام وكاي وحا جرت شن مال مود وحرام ويا صوم غير قابل للصوم شن مال مود وحصونا اسحين هذا حتى صونته وكو ذنبابي ما كان اسحاي ولا بدا عيدود يسد حدا مال بلا ايام تشريق gabadhii waxaan ku iray ma soomantaa ha hadwa ayaamo tashriiq ayay tiri oo gaar markaas ay raad maxaa u soontay markaas wuxuu idhaahday illa an yuwafiqa aadatan sawmaha mas'ala si xun u dhacday macna ayada ma khaldaneen mas'ala si khaldan u dhacday illa an yuwafiqa aadatan wa hawaye wa yawm shakkiga ramadaanka maalinta bisha ramadaanka lagu sheekeysto waa dhalatay iyo ma dhalan iyo la yiraahdo eesana sugnaanin shaabaanka maalinta u dambeysa ramadaan oo dhalan karo laakiin aan la xaqiijin ramadaannimada ayaa yoomu 30 min shaabaan ayaa yoomu shaki la dhahaa maalinkaas asaguna xaraam waayo in la soomo karaahatu tanzihi waayo karaahatu tahriim aan ka wada waayo laakiin maxay dhaheen culimadu haddii uu ku waafaqo صن أقوى فق معناها عاد عليه سنين سوم جرتي سنين الوشة كيستي بشي إن دلتين يصدلنين هذه وحكام قصيا وسومي ما حك سومي سنة هذه هراس عجرت هذا كسب قرتين مالن كاسي وقابل للصوم لكن إلا ذاك أكو قنتي مالن كاسي وقابل للصوم ما حك ولا ومالن صن أقبل كره illa darteeda lagaaga joojiyay oo waxa lagu yiri been iyo hurra iyo isdhexmar baa yimid bishiina ma sugnaanin waana lagu sheekaystay wasiiga bishii la sheegay waa la arkay meel hebla laga arkay ba la yiri xujo sharci ah ay ku sugnaateen ma leh miska soome dameer dhan raacday ma noqay maya nabiga diiday man saama yawma shaki faqad asa wal qas xukumkii saarnay maalintaas ee waxay u fahamtay inuu saaran yahay ayaamu tashriiqa ayaa mutashriiq saddex dad maalmood ah iyo maalinta ciida nadar kafaaro sunno waajib kale waxba laga soomi karo ma jiro xaraam ah soom markaas midina cadiya aqsaamta soomka nuuc doona ha noqdo uu ku yimaado soomka soomku ama fard ahaan uu kugu waajibaa oo waa ramadaankii ama caarid uu waajibaa caaridka midka uu waajibaa adaa ku nadiray ama kafaaro kugu soo galay saasuu waajibkaas kugu yimid ama qaldo kugu yimid oo soon horo ku dhaafay aad ku soo qaldaysay afartaas nooc oo noqon kara soon waajibka mid kamida iyo mid sunnaa midna ma aqbalayso saddexdaas maalmood mas'aladaas ayadana saasan aan u baraarujinaynaa insha Allah ta'ala 10 maalmood aan ka faa'iideysano suxuurtaada diyaarso soonkaaga qofalo kitaabkaada jaamacaha ku soo dhawaado tasbiixda iyo tahmiidda iyo tawxiidka iyo tahliisha akhri ma jihadi kartid جهاد هو وحالة ذروة سناني وحوري وعقوت المام ذروة السنام كيف على قوت المام أعماش خير كأرض متك وسر ريال قوت المام الجهاد ما أنت سبحان الله أتري هذا كفي عن ما المهن سبحان الله أرد هذا أك خير بدن جهاد كاس مرك سبحان الله إذا أم بدنه عيادة المريض كأم بدنه صدقة أم بدنه قرابة حرير أنت أم بدنه قرآن كإلهنا آخرنا قرآن كإلهنا أنا أخرنا أنا أقول لك صوما هدي الله يدمي ما أنت عرف هذا العلماء ذاك الشيء كيد دونت إن شاء الله تعالى إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه وهذا البلاجه